واش عشان بسم الله توكلنا على الله نبداو لا فيديو ديالنا السوبر بايكر ارجع لكم سوف هاد لا فيديو غادي ندوي على الحوايج اللي بدلت لا موطو ديالي الاس ا 125 اللي خديت ايوا مبروك عليا ها هي اللهم بارك صراحة من بعد ما كتاخد موطو بون اوكازيون خاصك المهم الا كنتي كتهلا وما باغيش يحشمك موطورك ولا شي حاجه خاصك تاق بزاف الحوايج وخاصك تبدل بزاف الحوايج انا نحاول في هاد لا فيديو ما ننسى لكم والو على الحوايج اللي بدلت ولا كاع الحوايج اللي عقدت اول حاجه بعدا باش خديت موطور قبل كل شيء هي فيدونج واخدت الماء مواهب بديت كناقب حاجة بحاجة وكنبدل حاجة بحاجة الحوايج اللي عارفهم خصهم يتبدلو منهم الفيلتر خضير بدلتو كان عندي موسخ ورغم انه نقيتو مسائل عيا الفيلتر خضير كان عيان لي بلاكيت ديال اللور عيا وبدلتهم مازال ليا ديال القدام تا هما وبدلت المرايات تا هاد المرايا كانت مهرسة عندي ومن الحوايج اللي بدلت عاوتاني في الكونتور درت ليه واحد الليد على لا كولور بالليل كتبدلات المهم غنوري لكم كيفاش ولا داكشي يا سلام ولا كيعطي واحد الكولور في شكل بدلت عاوتاني الفولا ديال القدام حتى هي البلاكة انا عندي شي وقيفة ونوريكم كيفاش درت ليها درت لك واحد السيز زوين بزاف سو دابا غادي نضربو خصيلة الموطور توسخ مع واحد الشطح حتى عليه دابا غندير شي وقيفة باش نوريكم البلاكة كيفاش درت ليها ستيل كيفاش جات واخا نهانيت نديرو ضوي على الموطور واخا موسخ احنا دابا غادي نغسلوه سو كيما قلت لكم ها هو الفيلتر خضير بدلت هذا وبالنسبه للبلاكه ها كيفاش درت ليها درت فيها الطاك ديالي ها هي سوبر بايكر 14 المهم كيما كتشوفوا موطور موسخ وما عرفتش واش يبان لكم الضو اللي درت هنايا المهم حتى اللي عاد كيبان فيروج وهاد اللعيبات اللي كيسيني و تاهما بدلتهم زدت فيهم شي لعيبات بحال هاد اللعيبات الحمر حاجه اخرى بدلتها الموطور كان محطوط 3 شهور سي نورمال مشى ليه الباتري خديت واحد الباتري ب 250 درهم المهم نحاول كل حاجه نقول لكم شحال خديتها لي بلاكيت كنت خديتهم بشي 60 درهم جوبونس في تخدير داير شي 80 ولا 90 دخلوا في الموطور مايات هما دايرين شي 70 الباتري كنت خديته ب 250 درهم وعاد ملي كنت خرجت به لقيت مشكل ديال الشارجور ما كتشارجيش دونك تبدلت الشارجور والشارجور جديده دويجين غاليه شويه قلبت وانا ناخذها ب 350 درهم مازال عاقل جديده خارجه اوريجينال ديال الهوندا ماشي العاديه وكنت جربت بزاف ما مصدقوش ليا ديال الشارجورات منهم وحده بون اوكازيون وحده شينوا ما خدموش ليا كاع جرب شي ثلاثه ولا اربعه ما خداميش في العبار ما كيعطيونيش هما هذوك دونك نغسلو الموطور دابا شي خسيره ها دابا شي خسيره انا شتاك صافي هاد الكوفا هاد النو شي لعيبات مارش I
scared of my sheets. If she goes ghost, just know that it's Halloween. They see me as someone they gotta be. Leaders ain't made by their following. If Jesus himself had 12, nothing is stopping me, I am a prodigy. They were not ready at all. I left them puzzled in pieces. They were not ready at all. I'm looking down while they reaching. They were not ready at all. I left them puzzled in pieces. They were not ready at all. I'm looking down while they reaching. Niggas be thinking they deeper than life. Don't get it twisted, aight. Let's keep it 100 on sight. Them boys ambitious. Pull up on a couple 100 bikes. I can really bring it to the deep end. Get you cut quick like the top of the weekend. We can do it KY style if we beefing. Pull a nigga socks up, ride out his feelings. Young G's are respected from the East Bay. أول موطور بعد غسل اللهم بارك. والسوبر بايكر دائما يا بسم الله يلا الصوت مشينا عندي واحد تجي باكسيلاسيون هنايا راح مول تيكس ام تكسي بغيت نتكي ولا شي حاجه الموطور مازال يلا مخسول انا كنشوف شي شي بحال عالميه ليطا ديال الكاوا و المومبياجات لقيتهم مزيانين مخيرين كاع اللهم بارك دونك دابا موطور 100% ديان درتو على شاوتي مازال غنزيد ليه غير واحد تيكال جوانط و شي كتيبات صغار شي لعيبة هنا بانستغرام غتجي سوبر بايكر شي لعيبة خفاف طاف نقادو من غيضة غيضة ولا تكلف ليا وداكشي هو اصلا اللي كتكلف ليا لي لوغو ملي كنخرج بزاف الحوايج مازال حتى لي لوغو فكرتوني الدراري تسالاو ليا غادي نخرجهم شتي هو بدات ما كناش دايم حساب كاع الشا مكتابة عندنا ما نديرو مالك علاش السوبر موطو علاش السوبر موطو لا لا ولكن شوف المعنى عندي ما تخافش اس اس اللهم بارك على المعنى كاين شي حاجه سميتها حطت ليك في السحام روق في السحام باش جاي باش غادي باش جاي باش طاير محبوبة الجماهير سو هذا هو النهاية ديال هاد الفيديو نتمنى ما نكون نسيت والو نكون قلت لكم كاع الحوايج اللي بدلت في الموطور اي تساؤل على اي حاجه دوز عندي الانستغرام تلقاو في الديسكريبشن سوبر بايك 14 طابي على الانستغرام غتطلع عليك اللي باغي اي تساؤل اي حاجه مرحبا كاين شي اشكال كنحاول ماكسيموم نجاوب كل شيء على اي حاجه جاني هذا هو البلان تحياتي وانا معكم نتلاقاو في الفيديو الجاي تشوز